ظاهر انه متضايق، شو رايك افرك لك كتافك؟ ما بدي تسنين. روحي اغلي له كاسه زهورات، يلا تحركي. عدنان انت بتعرف مكانها للبنت؟ لا توجعي لي راسي بهالسيره، تنفلق هي وبنتها. لا تقول هيك الله يوفقك، هاي بتضل بنت اخوك الله يرحمه. الله لا كان جابهم. امي هاي المره اتهمتني بخطف بنتها وبهدلتني واجت وفضحتنا عند الناس وانت عم تدافعي عنها. هي هلا قلبها نار وما انا عرفانه شو عم تحكي ابدا. هاد قلب الام يا ابني ما بيتحمل الفراق. امي اوعى تدافعي عنها والا بكسر قلبك انت كمان. الذنب مانو ذنبها هي يا عدنان، انت لو رضيت تعطيها حق الارض تبعها كانت اخذت مصرياتها وراحت، يعني كانت طلعت من حياتنا بلا رجعه. الحق مو عليها، الحق على ابنك وحبيبك مراد. الارض يلي ورثها من جدوده راح وكتبها باسم هديك الحرمه، وهالخانم لو بتموت ما بشربها شفه مي منها. ايه رضا شو صار؟ شو عم تقولوا؟ لا طيب ماشي يلا سكر هلا. قال في شاهد بخصوص بنتها للخانة، إذا ما رحت هلأ وبهدلت هالمرة ما بيكون اسمي عدنان. وأنا رايحة معك استناني. تسنيم جيبي لي الشنتاية بسرعة. أنت اللي شفتها لبنتي؟ اللي وينها إذا بتريد؟ فتون خانم اسمحي لي إذا بتريدي. شوف الصورة، هاي هي البنت؟ هاي هي نفسها. الصبح أنا ومرتي كنا رايحين على عين تاب لنتسوق، هاي البنت كانت بالطريق ولما أشرت للسيارة وقفنا لها. طيب كانت لحالة؟ إيه نعم، وخبرتنا أنه كانت عند رفيقتها وعلى أساس كان أبوها بده ياخدها ما أجا لأنه صار معه حادث. هذا اللي حكت لنا إياه. أنت متأكد؟ طلع بالصورة مرة تانية إذا بتريد. إيه تركناها قريب من القلعة وقالت بيجي قريبة بياخدها. ماشي فهمت عليك، حضرتك تفضل لجوا مشان ناخد إفادتك. فتون خانم هالقضية صارت بمديرية أمن غازي عنتاب. اقتنعت هلأ لؤي بيك؟ البنت راحت بإرادتها، أنت صدقت كلام هالمرة واعتبرتنا متهمين ورحت فتشت البيت والمعمل. حضرتك فيك تروح عدنان بيك. انت سويتي حياة اخي وهلا جاي تكملي علينا، عن جد برافو. عدنان عدنان خلص اترك همه بكفيه وزياده بالاصل. ماني فاضي لك هلا يا سيد فرات، بعدين الي حديث مطول معك. ماما هلا شو رح يصير؟ كيف ممكن نلاقي عايدة؟ تقدر توصلني على غازي عنتاب لو سمحت؟ ماشي تفضلي يلا. طيب وشو منشان الأولاد؟ نحن أكيد رح نروح معك. لا مستحيل، ما رح أخذكم لهنيك وبهدلكم معي. أنا بدير بالي عليهم، روحي أنتي. لا ماما أنا مستحيل روح على هداك البيت. لو سمحتي بلا ما نتجادل، أنتوا هلأ روحوا على القصر مع قدرية خانم، نمرق بناخذكم بالرجعة. ماما لا تتركيني. البنت خسرت أبوها من جديد، بس ما تكون رمت حالة بالنهر الله لا يقدر. بعيد الشر، لشو هالحكي هاد؟ معقول هي تقتل حالها؟ حاجتكم بقى، هي أكيد في عندها رفيق وهربت معه والله أعلم. شغلتكم هالمجنونة؟ حتى الكلمة عليهم ما عم يتحملوها، يا حرام شو عملوا لهم هالمساكين؟ أصلاً قلة الحظ ملاحقتهم من لما أجوا. تفضلي فوتي. يا الله وينك يا عايدة؟ إذا صار لشي وقتها ما رح أقدر أتحمل. بكفي هيك فتون،
وعم تهلكي حالي خلص. من كم ساعة مختفية وما بعرف وينها ولا كيف ولا شو عم تعمل. يلا عد عدة كبيرة لشوف. برافو عليك يا شاطر. الجاتو اللي بتعمله أمي كتير طيب، تفضلي خدي قطعة. جواد أنا بدي أطلع لفوق على الحمام، وإذا كنت خايف ببقى معك. وليش لحتى يخاف؟ مو شايفة ستو إلا شوي رح تحطه بقلبه؟ ليك جواد هذا ابني عاصم، هو دائما بيسأل عنك. جواد ليه عم تطلعي؟ ما عم تسمعي كأنه بلال؟ ملك سخني لي الحمام وجهزي لي اياه، خليني انا وابن ابني نفوت نتحمم لانه الظاهر له زمان ما تحمم جواد الحلو. ماشي ماما. قديش لسه بدنا لنوصل؟ شي نص ساعة ومنكون هنيك. مساء الخير. الباص الرايح على اسطنبول امتى بيطلع؟ رح يطلع بعد 10 دقائق تقريبا. ايه لسه في مكان لي؟ ايه في مكان. قدي يعني؟ قدي بيطلع حق التذكرة؟ 850 ليرة، أي مقعد بتحبي أحجز لك؟ ما بتفرق. تفضلي هدول الباقي. شكراً لك. لحظة من فضلك، استني إذا بتريدي. أنا ما عملت شيء أبداً. هي تذكرتك وقعتيها. يلا اسطنبول، يلا اسطنبول، يلا اسطنبول، يلي رايح على اسطنبول. عفوا ممكن فوت لمحلي اذا بتريدي؟ تفضلي.
ايه سليمان يلا احكي. بأي باص بالضبط ركبت؟ ايه والله يا سليمان يسلموا ايديك، يلا بشوفك بهاليومين. ركبت بالباص من 5 دقايق، دعس لحتى اللحاقة على الاوتوستراد. نهاركم سعيد اعزائي الركاب، نتمنى لكم سفر مريح جدا على خطوط شركتنا. رقم الباص 20 ورقم الرحلة 490، اهلا وسهلا فيكم معنا. من شوي طلعنا من غازي عنتاب وحاليا رايحين بطريقنا لاسطنبول، ورح يرافقكم بهالرحلة بالاضافة للسائق مساعد السائق والمضيف اللي رح يخدمكم خلال هالرحلة، ورح اعرض عليكم هلا المشروبات اللي ممكن تطلبوها طول فترة رحلتنا. رضا طلع على الباص اللي قدامك، اكيد هذا هو، دعس بنزين وسبقه وقطع الطريق عليه، يلا استعجل. على اليمين هلا. شو قصتك؟ شو عم تساوي؟ لا تشغل بالك اغا، رح نوصل قبلهم على اسطنبول. على اسطنبول؟ ايه اغا، بس تنزل بنت باسطنبول ممسكها دغري. يا الله دخيلك صبرني على البلاوي اللي عندي. روح على اليمين ولا؟ خليك على اليمين. هدي على مهلك. خفف السرعة وصف على اليمين. ايه يلا يلا هدي، برافو عليك. وهلا وقف لقلك. شغل الغمازات دقيقة. الغمازات شغالة، برافو عليك. ولك انت شو طينتك؟ كيف عم تفكر؟ شو هالمخ؟ اضحك هلا؟ والله لموتك يا غبي، بدي ورجيك نجوم الظهر. بس لولا خاطر ابوك كنت هلا قتلتك. اسطنبول طلع ولا وقف طريق الباص. شو صار؟ ليش وقفتوا؟ الظاهر دورية شرطة مدنية، على الاغلب عم بيدوروا على حدا. عدنان اخا اهلا وسهلا. يعطيكم العافية شباب. الله يعافيك. أمانة لا تواخذوني عطلتكم عن شغلكم، بس بنت أخي بالباص وبدي أخذها. بنت أخوه؟ وينه؟ البنت يلي قاعدة بـ 12 بتكون بنت أخي، تخانقت مع أمها وحاولت تهرب من البيت وأنا أجيت أخذها. عايدة يلا بنتي بلا ما نخلي الباص يستنى أكثر. ماني نازلة معك لمحل، يلا روح من هون. لحظة من بعد إذنك. تطلعي فيني، ما بدي تجيني بلوة من وراكي. كل الشرطة والأمن مستنفرين، لا تخليني جن وتطلع أخلاقي. بعد إذنك يا خانو. يلا اتركني، شيل يدك عني. نحن وصلنا، هديك هي مديرية الأمن. عدنان على الموبايل، ما عم صدق، ما أنا خجلان إنه يتصل فيني. شو بدك؟ لقيتلك بنتك. أكيد. اسمعني منيح، إذا كنت عم تلعب معي وينها هلأ؟ هي موجودة بالكراجات. عدنان عم بيقول إنه معه، قال هن موجودين بالكراجات. رح نشوفهم. ليش قافله؟ بالأول خلينا نتفق على كل شيء. رغم إنك افتريتي علي، أنا لقيت لك المحروسة. وشو المطلوب؟ إنه تنقلعي من الضيعة، خدي بقراتك وروحي عنا. إيه أكيد بنقلع، وتاركين لك هالمكان إلك. ماما! أنت منيحة؟
سامحيني بترجاكي، أنا غلطت معك. يا روح قلبي. ماما اشتقت لك كثير أنا. عايدة ليش هيك عملتي يا أختي؟ لو صار لك شي كيف رح نعيش نحن بلاكي؟ يا عمري أنت خلص، لا تزعلكني قدامك. مايا غيري له تيابه لجواد لحتى نمشي. ليش؟ خليه لابسهم. هدول تياب بلال لما كان صغير، لأنه غسلنا أواعي ولهلأ ما نشفي. إذا كان فيك عقل تاخدي أولادك وبتروحي من هون قبل ما يصيبكن شي مصيبة. يلا شو رأيك لو تخلي صغير عندي؟ خلصنا. شكراً كتير قدري يا خانو، أنا وولادي ما فينا نبعد عن بعض. تصبحي على خير. أنت لا تشغلي بالك أبداً يا بنت خالتي، ما دام أنا موجود بهالدنيا أنت ما في حدا بيزعلك أو بيهرك أبداً. لازم تتأكدي من هالشي. يلا تحركوا يلا، ليش واقفين هيك؟ بدنا نتعشى، جهزوا السفرة يلا. عمي هالمرة ولادها امتى بدهم يحلوا عنا؟ مطلعت مايا بتعرف؟ ابني انساهن ولا يهمك، هدول إذا ناموا ليلة واحدة بهديك القرنة بتلاقيهم الصبح عم يرقدوا بدون ما يطلعوا وراهم. لك يلا ارمي الزهر لقلك. نارين انتي مريضة كأنه وشك مصفر. لا ما فيني شي، بس قلت نوم ليلة مبارح ما قدرت نام قلقت. حطي ايديك ورجليك بمي باردة، من هون للمساء بيكونوا طفشوا. انا رايح هلا اتأخرت. معقول ابني طالع بدون ما تحط لقمة بتمك؟ وهي لقمة؟ والله بزعل. وهلا رضيتي؟ معقول ما ارضى؟ بالمدرسة بتاكل سندويشة لا تنسى. انت كيف رابطة لهي؟ مو زابطة. خلينا نروح سوا، وصلك على المدرسة بطريقي. الله يخلينا اياك يا روح قلبي. تسلمي لي ستي. المسا حضرولنا طاولة مرتبة مشان نتعشى على رواق. الله خلصنا. ايه يا آغا تكرم، انا رح اعمل لك اكلاتك اللي بتحبها. نارين انا عم بحكي معك. ولا يهمك، رح جهز لك اللي بدك اياه. صحتين على قلبكم، بدي اطلع لفوق على غرفتي لنام. وانا فايتة اخذ الدواء تبعي. امبارح بالليل صرت اقول لحالي يا ريت لو اني متعرفة على مرت اخي فتون من قبل. ولو تعرفتي عليها شو كان رح يصير؟ ما بعرف، بس هالمخلوقة مو سيئة. مو انا بيوم المولد طلعت معهم وتمشينا بالمنطقة؟ كتير عاملتني بأدب واحترام. وبعدين أيامت القيامه هون. المرة معها حق، بصراحة أنا كتير غجلت من هالموقف. يمكن لو أنا عرفتها من قبل كتير شغلات بتتغير. كنت رحت على اسطنبول عشت عند بيت أخي وكملت دراستي. قديش كان تغير وضعي. كل واحد فينا بيتمنى شغلات بحبها.